العنوان الهوية الإسلامية في تراث الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عليه السلام. وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع الإسلامي. ووضع استراتيجية للهوية الإسلامية مقترحة وتوظيفها في المناهج الدراسية مستقبلا. البحث يتناول الفصل الأول وهو مدخل عام بمثل مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، حدود البحث، والمصطلحات ومنهجية البحث. الفصل الثاني تناول شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في بناء الإنسان، وضم محورين. المحور الأول هو شخصية الإمام علي بن أبي طالب ووضع استراتيجية مقترحة للهوية الإسلامية، والمحور الثالث الهوية الإسلامية في فكر وتراث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. والفصل الرابع ضم الاستنتاجات والتوصيات. نلاحظ أن الإسلام هو دستور إلهي أكد على بناء الإنسان وفق منهج رباني وهو القرآن الكريم ولكل الأديان السماوية، بدءا من الأنبياء آدم وشيت ودريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وأيوب ذي الكفل وموسى وهارون وداود وسليمان والياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم. الإسلام استمد منهجه الرباني من القرآن الكريم وسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أهلي وأصحابي. بناء الإنسان ليس بناء سهل، وإنما يعتمد على مقومات بناء الإنسان. من هم مقومات بناء الإنسان هي التربية والتنشئة والتعليم، وبذلك نقول أن التنشئة تبدأ من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات، وكذلك المدرسة والمجتمع له أساس في بناء الإنسان. لو نظرنا إلى الإنسان المسلم ونظرنا أيضا إلى الإسلام، الإسلام الآن يحارب بهويته. لماذا؟ لأن الإسلام له قواعد أساسية في بناء شخصية الإنسان، بدءا من شخصيته، طعامه، مأكله، ملبسه. عندما نتحدث عن اللغة، لغته العربية، أكد القرآن الكريم. طبعا كل هذه المفردات وردت في القرآن الكريم وأيضا استمدت من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك من تراث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فبناء الإنسان ليس بناء سهل، وإنما يعتمد على مقومات، وهم المقومات هي التربية والتعليم. ولذلك وجب على أن تنعكس الأهداف التربوية في المنهج الدراسي، لأن المعروف عن التربية، وأنا عملت في التربية، هو تنشئ جيل واعي مؤمن بالله، محب لوطنه، مؤمن. ولذلك نقول أن الوطن العربي أو العالم الإسلامي يواجه ما يسمى بالعولمة الثقافية. العولمة الثقافية تنسخ شخصية الإنسان بدءا من ثقافته، عاداته، تقاليده، قيمه. لو نلاحظ أن العولمة بالوقت الحاضر اعتمدت على 3 مبادئ. المادة الأول هو الإعلام، والمادة الثانية الأجهزة الإعلامية، والمادة الثالثة هي رسالة الإعلامية. فرسالة الإعلامية تبثها من هم تبثها؟ تبثها الموساد الصهيوني، وبالتالي تمسخ شخصية الإنسان، شخصية الإنسان المسلم. هدف الموساد الصهيوني هو ضرب الإسلام من الداخل. كيف يضرب الإسلام من الداخل؟ نحرق القرآن. كيف نحرق القرآن والقرآن في قلوبنا؟ حسب اتفاقية سايكس بيكو، أنه سايكو فرنسي وذاك بريطاني، كيفية القضاء على الإسلام؟ إذن يمكن القضاء على الإسلام عن طريق من؟ عن طريق تحريف وتزوير وتشويه شخصية المسلم
وبالتالي يصبح هذا الإنسان متبع لمن؟ إلى السياسة الغربية، وبذلك نمسخ شخصية الإنسان وبذلك تحقق أيضا الأهداف. تناولت بعض المفردات الهوية الإسلامية. ما هي الهوية الإسلامية؟ الهوية هي معروفة، هو فحص لشخصية الإنسان من اسمه، من عنوانه، من هويته. لكن المسلم ما هي هويته؟ اللغة العربية، مأكله، ملبسه، طعامه، علاقاته. فالهوية الإسلامية هي مجموعة السمات والخصائص الثقافية التي تميز أبناء الأمة من حيث المعتقد. أوقف هنا، ما هو المعتقد الإسلامي؟ يعتمد المعتقد الإسلامي على العقيدة الإسلامية وعلى الشريعة الإسلامية وعلى الوحدة الإسلامية، والتي تمثل شخصية الإنسان المسلم. هذه الشخصية تتمثل بها العناصر الأساسية، وهو اللغة والملبس والمسكن والمشرب والغذاء والحاجات والقيم والتقاليد المستمدة من القرآن الكريم. وأنا أيضا أكدت على الهوية الإسلامية مستمدة من القرآن الكريم ومن تراث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أيضا التراث، ما هو التراث؟ تراث أمير المؤمنين أيضا مستمد من من؟ من القرآن الكريم ومن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتالي نبني شخصية المسلم من خلال هذه المصادر الإسلامية. فإذن الهوية الإسلامية عرفناها، وبالتالي نحدد هذه الهوية. يجب أن تكون المسلم ينتمي إلى هويته الإسلامية، لأن الهوية الإسلامية هي أساس القرآن الكريم وسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك وجب على الآباء والإعلام أن يؤكد على شخصية المسلم. شخصية المسلم اللغة العربية، وردت بالقرآن الكريم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وكذلك في ملبسه ومسكنه ومشربه. من أقول بالمشرب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإحنا نأكد على دور الإعلام والتربية، وكيف ننشئ إنسان مسلم يحتز بهويته، ينتمي إلى هويته، ولائه إلى هويته الإسلامية. الآن الهوية الإسلامية تعرض إلى تشويه وتحريف وتزفيض في ضرب الإسلام من الداخل. عن طريق من؟ عن طريق تشكيك بالقرآن الكريم والسيرة النبوية، وبالتالي يصير صراع بين من؟ بين المسلمين. وهذا هو هدف المستعمر. دقيقة واحدة بعد. نعم. توصلت بالنتيجة أن بناء المجتمع المسلم من فعله وسلوكه، وأيضا حددت شخصية الإمام عليه السلام الله عليه، سيرته العطرة من إيمانه، زهده، شجاعته، عدله، مواساته للفقراء، علمه، ووضع الاستراتيجية. وهذه هي الاستراتيجية التي توصلت إليها في بناء الهوية الإسلامية، التي تعتمد على من؟ على الإيمان بالعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية والوحدة الإسلامية. وتنعكس هذه الهوية على عناصر الهوية، هي اللغة والمأكل والملبس والمشرب والمسكن والمسجد والقيم الأخلاقية والتعاون والقيم الأخلاقية الضارة بالمسلم وبالمجتمع الإسلامي. وبالتالي على المسلم الواجب الشرعي هو الانتماء للهوية الإسلامية والدفاع عن مقدسات المسلمين أرضا وشعبا وحضارة. انتهى الوقت دكتور، إذا سمحت. شكرا لك. تسمح لي. وأيضا أخذت أقوال لسيد مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول له يا كميل، الملوك حكام على الناس، والعلم حاكم عليهم، وحسبك من العلم أن تخشى الله، وحسبك من جهل أن تعجب بعلمك. يقول له يا كميل، وادد المتقين وجانب المنافقين، واهجر الفاسقين، ولا تصاحب الخائنين.
وأيضا إلى عدة مقالات. شكرا لك يا جناب الأستاذ الدكتور فيها. شكرا لك يا دكتور، ممنونين جدا، واسمح لنا بمداخلات معك كما داخلت مع الآخرين، فعرفانا لمداخلاتك ينبغي أن نتداخل ونشكل مع جناب الأستاذ الدكتور لنفيد من علمه ونشاطه البحثي الثر في مجالات التربوية. شكرا لك يا جناب الدكتور. هل هناك من مداخلة أو تساؤل مع الأستاذ الدكتور صباح الزبيدي؟ بلي، تفضل جناب الشيخ الشيخ علي المالكي. العفو، نبدأ بعد إذن الشيخ علي. بلي، السادة مقدمون، تفضل جناب السيد الدكتور حيدر الأعرجي، بعد أنا قدمتك، تفضل مباشرة. حياكم الله شيخنا. بحيات. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، وأسعد الله أيامكم. قدم السيد الباحث متفضلا منطلقا من نظرية المؤامرة بأن الموساد الصهيوني يعمل ما يعمله من أجل مسخ شخصية التنشئة. أنا أدعوه إلى أن نقفز من نظرية المؤامرة إلى عملية وضع العلاجات والترياق الذي نحمي به تنشئتنا. الشيء الثاني، لخص الشخصية الإسلامية مستندا على العقيدة فقط، وأنا أدعوه أن لا ينسى المنظومة الأخلاقية التي تتوجها العقيدة الحسنة الجيدة الصالحة. شكرا جزيلا. شكرا لك جناب الدكتور حيدر الأعرجي. نعم، إن كان هناك بعد مداخلة تفضلوا سماحة الشيخ. بعد أثناء، السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا، ما أتحدث عن كتاب واحد عمودك، أنا وجه كلامي لك شأنه. ليه؟ أعتقد بالبحثية صار تدافع أعتقد يعني. عفوا، ما واضح. أقول عفوا، أنا مدى أتحدث عن كتاب عمود يعني كان يكون مأخذ عليكم، بس أنا وجه كلامي لكم، أعتقد صار تدافع بين البحثين، لأن الأستاذ يقول الحفاظ على الهوية الإسلامية، البحث السابق يقول النظر إلى عدالة اجتماعية في الغرب. البحث السابق العدل الاجتماعي. عدل اجتماعي في الغرب، ما أعتقد أكو عدل اجتماعي في الغرب يعني. يعني من جهة الحفاظ على الهوية الإسلامية، لا كلامي أوجه لكم. إلي؟ بلي. ألا ترون ذلك موجود لو موجود هذا الأمر يعني؟ صار تدافع من أمرين. يعني من جهة الحفاظ على الهوية الإسلامية، ومن جهة النظر إلى العدالة الاجتماعية بالغرب. العدالة. ها أحسنتم. واضح التساؤل. بلي. يقصد جناب الشيخ، شكرا لك يا شيخي. بلي. يقصد في سؤاله أن البحث السابق ذكر في البحث السابق تساؤل كيف يمكن للمجتمعات الغربية وهي لم تكن من قيمها الأخلاقية الدينية يعني العدل، ومع ذلك تطبيقا نجد ربما نوعا ما من العدالة في توزيع الثروات مثلا، بينما نحن في قيمنا الإسلامية الأصيلة العدل قيمة أصيلة عندنا، لكن في الواقع التطبيقي في مجتمعاتنا الإسلامية نجد لم يكن كذلك الأمر يعني. وأصبح الباحث، فهذا السؤال جناب شيخ واضح الآن، اتضح السؤال، لكن للباحثين يعني كلاهما يعني في تصورنا كما تفضلت يفهم من البحثين أو من خلاصة البحثين أن هذا يتعارض مع هذا، فنترك الإجابة للدكتور. هل هناك تعارض؟ الحقيقة داريت يعني نتكلم عن السؤال اللي طرح الأخ، ما هو الضمان؟ الضمان هي الأسرة. طبعا للأسرة نكاتب، هي في دور الأب والأم في بناء المجتمع من خلال الحفاظ على الهوية والتنشئة والتعليم والتربية، وبذلك نطبع الطالب أو الطفل على تنشئة جيل واعي يؤمن بالله ويحب وطنه ويحب مقدساته. إضافة إلى ذلك دور الإعلام ودور المؤسسات الأخرى في بناء المجتمع. طيب، شكرا لك يا دكتور.